عمرك فكرت قبل كده انك ممكن تسوق طيارة او تركب غواصة او حتى تغوص في البحر غوص حر من غير ما يبقى فيه مخاطر لأي حاجة من ان الطيارة تتحطم بيك او انك انت تغرق في البحر او انك تعمل اي حاجة خطيرة جدا زي انك تتسلق قمة جبل ايفرست وبعد كده تغوص تحت البحر بسرعة وبعد كده تسافر من هنا لاسبانيا وبعد كده من اسبانيا لايطاليا وبعد كده من ايطاليا للدنمارك وبعد كده ترجع بلدكم في لحظة؟ اللي بقولهولك دوت مش حاجة في علم الغيب او حاجة تخيلية شفتها في فيلم بيجسد الذكاء الاصطناعي في المستقبل او كده، لا ده اصبح حاجة قريبة جدا من ان كل الناس تعملها في المستقبل القريب وخصوصا في ال5 سنين اللي جايين دول، تحت مسمى جديد لعالم افتراضي الناس كلها هتعيشه داخل نظارات الواقع الافتراضي بيسمى الميتا فيرس او ما بعد العالم. كلمة ميتا كلمة لاتينية بتعني ما بعد، يعني ما بعد العالم. تعالوا معانا نشوف ايه سر الميتا فيرس وليه مارك زوكربيرج خرج علينا مرة واحدة وقال لنا ان هو غير اسم شركة فيسبوك لشركة ميتا وعلاقة كل الحاجات دي ببعض. خليكم معانا وشوفوا الفيديو للاخر. يا ريت الناس ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتضغط على علامة الجرس عشان تشوف الجديد دايما من القناة بتاعتنا. مارك زوكربيرج كل شوية يطلع من نقرة لحضيرة ومن فخ لفخ، شوية يطلع له فضيحة كامبريدج أناليتيكا وتوجيه أصوات الناخبين نحو ناخب معين وبعد كده فضايح متتالية بأن هو بيستخدم معلومات المستخدمين بتوعه في ان هو يحقق مكاسب اكبر دون النظر الى بعض الوجهات الاخلاقية الخاصة باستخدام المنصات الاجتماعية اللي بيقودها. وطبعا منصات زي فيسبوك وواتساب وانستجرام تعتبر من اكبر المنصات المستخدمة حول العالم. ده غير كمان لما طلعت الاخت اللي اسمها فرانسيس هوجن وبدأت تفرش الملاية لمارك زوكربيرج وتأكد على كل الشكوك اللي عند الناس ديت وتقول اه فعلا مارك زوكربيرج وفيسبوك يهتموا بتحقيق ارباح شخصية بالمليارات على حساب الصحة النفسية لمستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي ديت. واللي حصل بعد الفضيحة الاخيرة ديت هو انقطاع خدمات فيسبوك كلها لمدة 6 ساعات، واحنا كنا اتكلمنا على المشكلة دي في فيديو سابق هو اللي ظاهر على الشاشة دوت، وهسيب لكم اللينك بتاعته في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو عشان تعرفوا ليه مارك زوكربيرج قطع خدمة الفيسبوك 6 ساعات عن العالم كله. وعلى فكرة التحليل بتاعي اللي قلته في الفيديو دوت ناس كتيرة بعدية وشخصيات عالمية قالوا نفس التحليل، سبحان الله انا تقريبا كنت صح. وتعالوا نأول نشوف ايه اللي حصل في الدنيا قبل ما نتكلم عن العالم الافتراضي اللي مارك زوكربيرج بيتكلم عنه مع انشاء شركة ميتا. مرة واحدة والناس قاعدين والجو هادي ومفيش اي مشاكل، خرج علينا مارك زوكربيرج باعلان كده هوت شبه اعلانات افلام الذكاء الاصطناعي اللي بتتكلم عن المستقبل وازاي ممكن التكنولوجيا تغير حياة الناس، وبدأ يتكلم عن شركة ميتا وانها هتبقى حاجة زي شركة قابضة كده مكان شركة فيسبوك، وان فيسبوك ده هيتحول من شركة كبيرة الى مجرد منتج او برودكت داخل اسم الشركة. طبعا مارك زوكربيرج لما اسس شركة فيسبوك كانت فيسبوك هي تطبيق فيسبوك، موقع فيسبوك فقط لا غير، بعد كده بدأ يشتري شركات تانية ويضيفهم تحت المؤسسة بتاعته اللي هي فيسبوك، زي طبعا واتساب وتويتر وغيرها وغيرها وغيرها، لدرجة ان هو عنده تقريبا حوالي حاجة و90 شركة تحت قبضة الفيسبوك. مؤخرا هو قرر ان هو يطلع شركة فيسبوك من المعادلة ديت ويخليها تتحول الى شركة اخرى بتتحكم فيها الشركة القبضة الام، واللي غير اسمها لاسم شركة ميتا. واللي عاوز يعرف يعني ايه شركة قبضة، باختصار شركة قبضة يعني شركة بتدير مجموعة من الشركات تحتها، فالفيسبوك هيطلع من كونه شركة قبضة الى شركة طرف او شركة مقادة من الشركة الرئيسية اللي بتحكم اللي هتبقى هي الميتا.
طيب تفتكروا عمنا مارك عمل الحوار ده ليه وبدأ يتكلم عن ميتا والتكنولوجيا الجديدة والمالتيفيرس والحاجات اللي قاعد يشرح فيها ديت؟ تعالوا الأول نتكلم عن الواقع الافتراضي اللي أستاذ مارك اتكلم عنه وقال بمنتهى الاختصار انت وانت قاعد في بيتك هتبدأ تلبس نظارتك وتبدأ تقتحم العالم كله، طبعا العالم الافتراضي، تقدر تقابل الناس بس بشكل فيرجوال، تقدر تلعب معاهم، تقدر تختار الافاتار بتاعك، الشكل بتاعك اللي هتعيش بيه في داخل الفضاء الافتراضي دوت. يعني من الاخر انت هتتحول الى كيان اخر داخل اللعبة وبالادوات اللي هيديها لك، النظارة وبعض المجسات اللي هتحطها في ايدك، هتبدأ انك تتحكم في الواقع الافتراضي ده وتعيش جواه. يعني الموضوع بيفكرني شوية بفكر فيلم ماتريكس، ان كل الناس نايمين داخل الماتريكس وعايشين جوه واقع افتراضي فعلا. ويعني لصغرية القدر مؤلف الفيلم ده كان عبقري زيادة عن اللزوم ان هو يشوف ان حاجة زي دي هتحصل دلوقتي. Control. The Matrix is a computer generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. فكرة أخرى يعني عرضت نفس المبدأ دوت، بس يعني أنا شايفها من وجهة نظري أنا هي حاجة تضحك، يعني إن الناس في المستقبل بقى هتستغنى عن الشغل وهتبدأ كلها تشتغل في البيت، وخصوصا يعني الحالة اللي عملتها اجتياح فيروس كورونا للعالم، ويعني خلى معظم الناس يشتغل من البيت، وموظفين كتير حول العالم كمان بيطالبوا ان هم يستمروا بعد ما جائحة كورونا قربت تخلص فيه العالم كله، انهم يفضلوا برضو يشتغلوا من البيت. وده طبعا ممكن يوصل البشرية لفيلم اخر من افلام الخيال العلمي اسمه ويلي، والفيلم ده على فكرة خد جوائز كتيرة، اعتقد ناس شافته، فيلم من انتاج ديزني، بيتحدث على ان العالم كله هيبقى ناس تخان جدا وهيبقوا عايشين كلهم على حاجة شبه السراير كده هوت، وهيبدأوا يمارسوا نشاطات حياتهم عبر الانترنت او عبر حياة افتراضية اخرى على الانترنت. وطبعا يعني الفيلم رائع جدا بس بيجسد يمكن الحالة اللي احنا داخلين عليها. طبعا وجود الذكاء الاصطناعي ده شيء جميل جدا وظريف جدا، بس يعني في تخوفات من ان حياتنا تتحول الى شيء شبه ان هو حد نايم في مكانه وما بيتحركش وما بيلعبش وما بيروحش وما بيجيش، ويعني دي كارثة للبشرية بصراحة لو الموضوع حصل بشكل فيلم زي فيلم ماتريكس او فيلم ويلي. مش عارف يعني انا لسه ما خدتش التجربة بتاعت مارك زوكربيرج، هحاول ان انا اخدها اول ما تظهر على طول عشان نعرف اكتر عن العالم الواقعي. مارك زوكربيرج في سنة 2014 كان مهتم جدا بالميتافيرز، وعلى فكرة الميتافيرز ده مشروع عالمي مش خاص بشركة ميتا اللي هي فيسبوك، لان الميتافيرز دوت حاجة شركات كتيرة مشاركة فيه، منهم مثلا يعني شركات كتيرة زي مايكروسوفت مثلا عاملة قسم كامل جديد مسمياه مشروع ميتافيرس، وشركات تانية زي نيفيديا زي ايبك اللي هي عاملة لعبة فورتنايت، وشركات تانية كتير داخلة في الموضوع دوت. فالمشروع ده اساسا مش مملوك لشركة فيسبوك اللي هي شركة ميتا دلوقتي، بس هو بيحاول يسمي يسرق الاسم يعني، ويبقى له السبب ان هو يسمي اسم ميتا، زي مثلا لو واحد سمى شركته شركة انترنت، الانترنت عموما مش مملوك لحد، الانترنت مملوك للعالم كله، هو بالظبط كده الميتافيرس دي حاجة مملوكة للعالم كله، هو بس هيحط البصمة بتاعته عليها، هيبقى له الموقع بتاعه عليها. فهو دلوقتي بيشتغل بايديه وسنانه عشان يحقق الموضوع ده خلال الخمس سنين الجايين دوت. وطبعا هو شراءه لشركة اوكلوس اللي هي خاصة بالنظارات ال 3D،
ويعني اطلاقه حاليا برضو لأثناء المؤتمر دوت لكويز 2 اللي هو الجيل الثاني من النظارات الواقع الافتراضي اللي اصبحت يعني بتعيشك داخل الحدث بالظبط بشيء فظيع جدا، وانت اصبحت يعني كأنك داخل اللعبة بالظبط. وهو حتى عرض جزء من ميتنج عمله هو واصحابه وقعدوا يلعبوا كوتشينه، وكل واحد جايب الافاتار بتاعه بالشكل بتاعه اللي هو مخترعه، وبداوا يتحدثوا هم كلهم كل واحد يمكن في مكان تاني في العالم. فانت هتعيش تجربه استثنائيه، ممكن انا خايف انها التجربه ديت على قد ما هتفيد البشريه ممكن يبقى ليها اثار سلبيه كتيره على الناس وتخليهم مثلا يكسلهم ويقعدوا في بيوتهم او حاجه زي كده. فانا اعتقد ان مارك زوكربيرج عمل الليلة دي كلها عشان يغطي على فضايح فيسبوك ليس اكثر. كمان هو شايف ان فيسبوك ده يعتبر انجح سوشيال ميديا في العالم، فمش عاوز بقى كل ما حد يرفع قضية يقوم يرفعها على فيسبوك، كل ما يرفع قضية كل ما يعمل مشكلة يترفع على فيسبوك، لا تروح على الشركة بتاعته الاصلية اللي هي ميتا، فما يرتبطش دايما بين القضايا اللي بتترفع وبين اسم كلمة فيسبوك، فكل شوية ارباح الفيسبوك تقل. فالفيسبوك لما يتحول لبرودكت لسلعه مفيش حد هيروح يقاضي سلعه، لكن هتقاضي صاحب السلعه اللي هي الميتا، فبكده هيخرج من عدد كبير قوي من القضايا وهيتجنب يعني خسارات البورصه المتلاحقه اللي بتطلع معاه مع كل فضيحه بتحصل للشركه بتاعته. كده يبقى مأمن اسم فيسبوك من الهزات الشديدة اللي بتصيب الكيان ده عموما. فهو كل اللي عمله ان هو غير اسم الكيان فقط بدون ان يغير اسم المنتجات الخاصة بهذا الكيان. بس كده ياريت الناس تسيب رأيها في الكومنتس بوكس وتقول لنا تطلعاتهم عن التكنولوجيا الجديدة اللي هي ميتافيرس، ويا ترى انت نفسك تعمل ايه لو لبست النظارة مثلا ودخلت في الواقع الافتراضي؟ يا ترى هتسوق سفينة فضاء، ولا هتطلع مثلا القمر، ولا هتسوق مثلا صاروخ، او هتشارك في معركة افتراضية مثلا، او هتعمل ايه بالظبط؟ يعني ايه مدى طموحك في التكنولوجيا الجديدة ديت؟ ويا ترى هي هتبقى حاجة شر للبشرية ولا خير للبشرية، ممكن تضيف ليهم او تحولنا لحاجة كده شبه الكائنات اللي موجودة في فيلم ويلي. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق، ياريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.